أصدرت حكومة تيغراي بياناً في الأمس فيما يتعلق بإغلاق مطار ألولا أبا نجا في مدينة مقلي، وصرحت الحكومة فيها أنه رغم الادعاءات الخاطئة من قبل السلطات الإثيوبية أن حكومة تيغراي علقت أعمال المطار، إلا أن المطار في الواقع أجبر على إيقاف الأعمال بسبب نقص الوقود. ويقول البيان أيضاً أن الحكومة تحاول إيجاد جميع الوسائل الممكنة لإعادة تشغيل الأعمال في المطار، وأكدت أن الحظر على الوقود كان العائق الرئيسي على استجابة إنسانية فعالة في تيغراي.